السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. قبل ما نبداو الموضوع تاعنا، ما تنساوش بارطاجونا لي فيديو تاعنا، وما تنساوش عليك اعطونا الاقل 1000 جيم باش نوصلوا نسقطوا التبليغات اللي راهم على قناه شوبير ديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على مسعودان، وين قال لهم المدرب المنتخب الوطني الجزائري لم يحدث اي ثوره وهناك اشخاص غلطوه. مدرب هذو الناس اللي خرجوا قال لك مدرب مازال ما دار والو. اعطيني الوقت اللي اعطاه عند هذا المدرب وراه يغير. اعطونا ماتش نيش وكرام مدرب حافظ على النتيجه، لعب شعلنا لعب زروقي لعب، راكم تقولوا لعب وخرج وما غادي وتعاقب، لعب وتعاقب زروقي لعب وتعاقب. انا نقول لكم زروقي كما صار الناس هذا مكتاز اللي اكتشفوا بالماضي، يا ودي اكتشفوا بالماضي واش كان داير زروقي. انا نعقل له من 2021 امام بوركينا فاسو الشوط الثاني، ثم كي صحابو ما يلعبوش مليح هو يلعب مليح، وكي صحابو يلعبو مليح هو الغلطات هو صح تنتقدو، هو انت الكونتر طوغو ولد عمي جا طالع بيها ضربها برا وراحت كانوا غادي يماركونا، جا بي يدير باس طاوها راحو كانوا غادي يماركونا، هاو تنتقدو هاو انت يا دير حسابك هما تنتقدو. شو قالك كيما كنتو تنتقدو فيه واليوم راكم تشوفو شكون لي شكره، شكون لي شكر زروقي، شكون لي شكرو، نتوما انتقدتوه نتوما قلتو شكرو فيه وحدكم، ومن بعد خرجتو قلتو لنا هذا اكتشفه بالماضي، اكتشفه بالماضي، ومقبل لعابة محرز شكون لي اكتشفه، بن ناصر شكون لي اكتشفه، مبولحي، ماندي، هذو اللعابة اللي كانوا قديورة في غولي. هذو شكون يكتشفهم؟ هذو علاه ما تحضروا الناس من قبل مين يلعبوا مليح؟ علاه ما تحضروا الناس؟ من محرز مركا الكوفر وعلى نيجيريا، علاه ما تقولوا الناس شكون اللي اكتشفه؟ وعلاه دروك رانا نسمعوا اكتشاف؟ علاه ما تنساوش هذا جا ما بالماضي بالك ربي يفتح عليه يقدر كاش ايكيب؟ على بالك بلي نتوما راكم هالكينه هذا جا ما بالماضي، نتوما راكم هالكينه هلكتوه هلكتوه هلكتوه، تان مو تبغوا تشكموا له راكم تهلكوه. جا ذاك بن عمري جا باش يشكم له باش يشكره هلكه. انا نقول جا دوخه جا باش يشكرو هلكه. انا نقول لكم يعني واحد صوالح درتوهم راكم هالكينه راكم هالكينو. نسمعوا ذا مسعودان، على بالك مسعودان البرج وين راهي البرج؟ الاهلي البرج الكحله والصفرة وين راهي؟ رحمة الوالدين يا مسعودة، مسعودة أنت تعرف وأنا نعرف والناس تعرف، على بالك رئيس اتحادية سابق جاء في 2017 وراح في 2021، على بالك باللي ولا شيكور على النادي تاع الأهلي البرج ذراع يحط لهم 4 تاع اللعابة يدي 6 مليار وي مليار، على بالك باللي ولا شيكور تاع البرج يحط لهم روحوا سقسوا بالقايد ذاك اللي كان يبكي في قناه النهار نهار اللي خسرنا مع موريتانيا، ما كانش يبغي ما بكاش على الجزائر، لا بكى على ذهاب مدرب، ما بكاش على الجزائر من اقصيه من كاس العالم، ما بكاش على الجزائر باللي تبهدلت امام موريتانيا، لا هو بكى على جال مدرب عرب اللي مدرب نهايه تاعه صايك قاعد يبكي. روحوا سقسوا بالقايد كي كان ماناجير كي كان يحطه اللي كان يحطه ماناجير وكيفاش يستعملوا اللعابه وكيفاش، على بالكم بيا ولا ما بالكمش؟ على بالكم باللي كانت الناس البرج مسعوده بالك ما على بالكش، راني نقول لك بالك ما على بالكش بالك ما على بالكش، على بالك باللي اللي طيح البرج انت تعرفه وانت تعرف شكون هو وانت وهذا تعرفوا كاع بعضكم بعض اللي طيحوا البرج، شكون اللي خلى البرج مديونه يعني دراهم مليونين؟ كانوا انا نعرف كان يجي رئيس الاتحاديه عيط الو 4 تاع اللعابه عندكم اتشو 6 مليار
ويسلف اللعابه ما ماشي كونترا يسلف لهم بعد اللعابه يبداو يحطوا من اللعابه ما كاش كونترا تديه كونترا سايك لا سلف سلفيه ما كان جاي مع بعض الانديه واللي ما يديرش مع ذاك النادي يطيح ذاك النادي دق دقه بصح استيلا بالمطول اللي يكون يكونوا يشكوا له كاع يطيحوا راه وراي البرج مش يتغير كلمه البرج مسؤولين مسعودان قلنا البرج قلنا البرج قدام لا تهضر على ليكيب ناسيونال نورمالمون تخرج تقولنا البرج وسمح لنا مسعود بالك جبدنا بالك بالك جبدنا لك البرج يعني بالك جبدنا لك البرج تولي تاثرت على بالنا تاثرت ما سمعتش بيتكوفيتش يحدث ثورة في التغيير فعلا هو أحدث ثورة عندما أتى ولكن الثورة كانت غير ثورته ليس هو من قام بها قام بها الغير الذي كان عندهم تفكير غير الرياضي غلطوه باسكو انا اليوم الشيء اللي راني نشوف فيه نوافق ماذا غلطوه كي جاب ابراهيمي خطا نقول لك علاش الخطا استدير كي نقول لك يعني خارج المعايير الرياضيه جمال بالماضي الناس بيتكوفيتش ربما راحوا ليه ناس قال هذا راه كان حاقر فلان 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 حاقرهم اخويا انا ما نعرفهمش بزاف جو كوني ماريز جو كوني فلان جو كوني بن سبعيني باسكو اللي يلعبوا في لي كرون حتى ابراهيمي كان في بدايه الماضي لا ما كانش مش نهضر لك انا في الاخر انا افهم قصدي انا في ندخلوا في لا كومباراج انا قلت لك بيتكوفيتش depuis sa première conférence de presse الى يومنا هذا عمره قال انا احدث ثوره هو قال في اول كونفرنس دو بريس ان شاء الله ربي يخلينا يوفقنا اننا نحقق ما حققه جبل بالماضي ونكمل على المسيره اليوم انا راني معاك تقول باللي بيتكوفيتش عاود ورجع لوساتور اونسيان ورجع لي زونسيان جوار رجع ويعاود يعيط لي جون كلامني انا نقول لك بكل بساطه بلي سكريتون الشيء اللي راه يدير فيه بيتكوفيتش هو الشيء اللي كان بمر بجي يديرو بالماضي جمال بالماضي اللي تي طون هو قالها بلي ريفواري ريكونستروي للفريق يروح كل خطره كبير ويطعم بالصغير ويطعم بالصغير حتى تي شامبات تا 2026 تا 2026 على بالنا 2024 طعن ولا لا طعن دار تطعيم 2024 هو تا ولا راه بالعمري عيط له قال له كيف ما تعيط ليش بالعمري اعتذر ولا ما تعيط ليش واو لله سليماني امبولحي قد يورا وحشم بغى يجيبه في النهار اللي راح للسيار بي بغى يجيبه خسر 2022 عيط لقد يورا في الطياره قال له دبر ايكي بغاو يدبروا له المولوديه هنا ومن بعد راح التروازيام ايكيب يعني التروازيام ديفيزيون في انجليز ولا يخرج علينا كراخر مومن ايت قاصيد لك ماكا عاد قد يورا يعود الى شبابه قد يورا يعود الى شبابه ويسجل هدف عالمي واه لله وين التطعيم اللي بغا يديرو التطعيم كو درته في البرج كل واحد للبرج در التطعيم يا مسعود انايا اسمع لي مسمى يا مسعود انايا يا مسعود كبارو يا كبار وتخدموا خدمة ذراري اللي ما يعرفوش والله العظيم ريح هو منتخب وطني راه في الطريق الصحيح ملاعب مدرب هذا ما كاش وقت ما عندوش وقت عنده وقت ما كاش وقت انا مش عنده وقت مدرب هذا ما شفتش عنده وقت انتوما كنتو تشوفوا عنده وقت انا ما شفتش عنده وقت حق تشوف جا 11 لعب 14 ويلعب 17 وين الوقت اللي عنده يعني التبديلات راه جاب شيخ جاب من راه يجيب والاصابات شويه اثرت هذا ميجا ما صابش عنده بالناصر مين دخلها بالناصر كان قال بالميزان تاع الوسط ما صابش عنده قديولة ما صابش معرس في نقطه القوه تاعو ما صابش في غولي في نقطه القوه تاعو ماندي واو لله ما زال مصاب الإيكيب محطمة
لاعبين الصغار اللي راهم مازالوا ما كتبوش روحهم، لاعبين لاعبين اللي نهضروا عليهم صغار مازالوا ما كتبوش روحهم. انتوما بغيت تردونا عميين مش انا نشوفو، بغيت تردونا عميين والله انا بصح بغيت تردونا عميين. انا ماشي زعما كيف انتوما راكم تشوفوا ما نعرف كيف تغلطوا، مازالوا تغلطوا في الناس والله مازالوا.